قصه حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. دي قصه حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. حاسسها في اماني، سلامي وضماني في كل المعاني الحلوه اللي فيك. حاسسها في اماني، سلامي وضماني في كل المعاني الحلوه اللي فيك، الحلوه اللي فيك. كيف يمكن لغدوه واحده ان تغير التاريخ؟ هذا ما سنشاهده في هذه الحلقة. مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء جدا أحبائي المشاهدين في كل مرة تهتموا تتواصلوا معنا، سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق قناتنا على اليوتيوب. تقدر تحمل وتشاهد كل الحلقات السابقة للبرنامج، أو عن طريق الفيسبوك صفحة حياتك في قصة أو جروب حياتك في قصة. ارسل لي قصة أعجبتك أو قصة من الحياة أو قصة حياتك نتبارك بها وتكون واحدة من قصص البرنامج. قصتنا النهاردة بعنوان مائدة محبة تغير التاريخ، أو بعنوان كيف صار بخوميوس الوثني القديس بخوميوس الشهير. القديس بخوميوس هو أول من يعتبر أب نظام الشراكة في الرهبنة، فإن كان القديس الأنبا أنطونيوس الكبير يعتبر أب الأسرة الرهبانية بكونه أول راهب في العالم، فإن القديس بخوميوس يعتبر أب نظام الشراكة، إنه أول أب يشيد دائرا يضم داخل أسواره جماعة رهبانية تعيش في حياة الشركة في عبادتها وفي كل تصرفاتها. نشأ القديس بخوميوس في الصعيد الأقصى في طيبة من والدين وثنيين. ولد سنة 1092 ميلاديا، وكان بخوميوس منذ طفولته محبا للعفة والطهارة، غير راضي عن العبادة الوثنية ولا يشترك فيها. مرة باباه ومامته أخذوه لما كانوا رايحين يقدموا ذبيحة للشياطين التي في النهر، إذ رآه كاهن الوثن صرخ: ابعدوا عني عدو الآلهة. موضوع اللي خلى أبو بخوميوس وأمه ينزعجوا جدا. في وهو صبي حمل طعاما للرعاة وبات في المساء، وبنتين الراعي حاولوا يقتربوا منه علشان يمارس معهم الشر، فرفض رفضا شديدا عرضه كمان للخطر. لكن كيف قبل بخوميوس المسيح، وكيف صار مسيحيا ثم أب رهبنة الشراكة؟ كان جندي في الكتيبة، وكان جنب إسنا في صعيد مصر، وكان القائد والجندي في حالة إعياء، وفوجئوا بأهل المدينة يخرجون إلى المعسكر يحملون لهم الطعام والشراب وهم عليهم البشاشة، عملوا لهم غدوة جميلة جدا. التقى الجندي الوثني بخوميوس بأحد الشبان الحاملين الطعام، ودار بينهم الحوار الآتي. بخوميوس بيسأل اللي جايب له الأكل: مين اللي أرسل هذا الطعام؟ رد هذا الشاب: الشعب المسيحي أرسل هذا الطعام. فرد بخوميوس بيقول: أنتوا تعرفونا؟ قالوا: لا. قالوا: إذن لماذا تقدمون الطعام والشراب بسخاء لناس أنتم ما تعرفهمش؟ قال: من أجل المسيح، من أجل إله السماء محب البشرية. ولماذا تقدمونه بفرح؟ سأل بخوميوس. الشاب قال له: إننا نقدمه باسم المسيح، باسم الله، وليمة محبة، ونقدمها بكل القلب. سمع الجندي الوثني ذلك، قرر أن يصير مسيحيا لأنه عرف أن المسيح بيعلم الناس الحب، وفهم أيضا قصة حب المسيح، كيف أن المسيح مات على الصليب مظهرا محبة الله لنا. الله بيّن محبته لنا، ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. رجع بجوار مدينة أسوان، جاءتهم الأخبار بأن الثورة أخمدت وأطلق سراح الجنود. لم يعد بخوميوس إلى بيته، بل اعتمد
وتتلمذ على يد الراهب بلمون. وأخيرا أسس نظام رهبنة الشرك الشراكة في الشرق، وعنها جاء نظام البندكتي في الغرب. فهذه المائدة والمحبة غيرت باخوميوس الوثني إلى القديس باخوميوس أساس الحب والشراكة في رهبنته وفي صلواته. هذه القصة سأستكملها معك بعدما نستمتع بترنيمة ولا أروع، تأليف وتلحين وترنيم مرنمنا الجميل جدا حبيبي يوسف صمويل. ابقى معي لما بعد الترنيم. واعليك وحيا حياة
الناس كلها بيك، واحيا حياة تكرم شخصك، تعرف الناس كلها بيك، تعرف الناس كلها بيك. ساعدني يا ربي علشان أرضيك وعيش حياتي تشهد عنك وتعرف الناس بيك. كانت هذه الترنيمة الرائعة من تأليف وتلحين وترنيم مرنمنا الجميل حبيبي يوسف صموئيل في قصتنا النهاردة اللي بعنوان مائدة محبة غدوة تغير التاريخ، قصة مقابلة القديس باخوميوس مع المسيح. كان وثني، ولما كان جندي في الجيش عند إسنا، أهل إسنا المسيحيين وقتها بدأوا يبعثوا للجنود أكل، وهو ذكي سأل ليه سأل الشخص اللي جايب له الأكل، ليه أنتوا بتجيبوا لنا أكل؟ قال عشان بنحبكم. طب بتحبنا ليه؟ قال بحبكم علشان المسيح علمنا الحب. طب أنتوا تعرفونا؟ قال لا ما نعرفكمش، بس نعرف المسيح، والمسيح بيحب كل الناس. طب وأنتوا فرحانين ليه؟ لأن احنا تعلمنا الفرح من المسيح، مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. قال ده المسيح ده حلو قوي. وقبل المسيح باخوميوس الوثني وصار القديس باخوميوس. ولما وصل أسوان في العودة عرف أن الحرب انتهت، فراح رجع وتعمد وتتلمذ على يد القديس الأنبا بلمون، وأسس نظام الرهبنة بالشركة مايدة حب. بقى المشاهدين في خلال السفر اللي بسافره في أماكن مختلفة في العالم، بسمع اختبارات ناس جايين من خلفيات مختلفة، الملحد، المسيحي بالاسم، اللي يهودي، الياباني، مختلف الثقافات تقابلوا مع المسيح. عملت يعني في ذهني كده حصر، طبعا رفل يعني مش أكيد، لقيت ان اللي تقابلوا مع المسيح من خلال إظهار المحبة أضعاف اللي تقابلوا مع المسيح عن طريق هدم دياناتهم، يعني انه الناس بتقول لهم لا دينكم غلط فيه كذا كذا كذا، او عن طريق العنف او عن طريق اي شيء. المحبة هي اساس وعنوان الناس اللي بتيجي للمسيح والناس اللي بتعيش للمسيح، لان الله محبة. مرتين في رسالة يوحنا الاولى يذكر ان الله محبة. واوعى تقول لي ان شخص بيتبع الله لا يتعلم هذه المحبة. كنت داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومعايا زميل مرنم، فوانا داخل بيقول لي رايح فين، قلت له رايح أخدم طبعا الضابط اللي على الحدود، فدخلني. بعدين المرنم اللي معايا سأله، قال له انت داخل ليه؟ قال له داخل عشان أرنم. قال له ترنم ايه؟ قال له أرنم عن المسيح. فقال له طبعا عايز أتأكد انك مسيحي حقيقي. ده الضابط بيسأل المرنم. قال له تفضل. قال له ايه اشهر اصحاح عن الايمان في الكتاب المقدس؟ فالمرنم عارف، قال له عبرانيين 11. قال له رائع، هسألك سؤال تاني، ايه اشهر اصحاح عن المحبة في الكتاب المقدس؟ فرد زميلي المرنم قال له طبعا كورنثوس الاولى 13. لقيت الضابط وقف كده، مع انه انت عارف هناك يعني على البوردر على الحدود بيبقوا شداد قوي، وقف وسلم على على المرنم حبيبي وقال له ويلكم ان يونايتد ستيت اوف امريكا، مرحب بيك وانا فخور اني اقابلك. ليه؟ لانه صاحبي كان عارف ايه اهم اصحاح عن المحبه. طبعا مائده محبه غيرت التاريخ، اشهر اصحاح عن المحبه في الكتاب المقدس هو كورنثوس الاولى 13. لكن في الحلقه دي انا عايز امر معاك على بعض، يعني اقسم الاصحاح ده معاك واقول لك قد ايه ان كورنثوس الاولى 13 اللي بيتكلم عن المحبه الامر الوحيد الذي غير باخوميوس ليصير الوثني الى القديس باخوميوس، وهي التي غيرت الكثيرين من خلفيات اخرى لكي ياتوا للمسيح. هذه المحبه اتمنى انها تظهر فيك وفيك وفيا، وايضا حينما نمتلئ بروح المسيح تظهر فينا هذه المحبة. الحاجة الأولى في هذا الأصحاح بيقول المحبة وأفضلياتها، بيقول في مواهب كتيرة،
جدوا للمواهب، ولكن أنا أريكم طريق أفضل. المحبة أفضل من مختلف المواهب. الرب يسوع المسيح كان بيصنع معجزات. يعني المحبة، أنا عايزك في كورنثوس الأولى 13 جرب الحكاية دي بعد نهاية الحلقة، شيل كلمة المحبة وحط يسوع، تلاقيها منطبقة. يعني تقدر تعمل مجلدات من كورنثوس الأولى 13 وتلاقيها صح 100%، لأن صفات المحبة في كورنثوس الأولى 13 لا تنطبق إلا على شخص واحد وحيد، يسوع المسيح هو روح النبوة المحب الأعظم، اللي قال ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. فالمسيح عمل معجزات كثيرة، بس أفضل شيء بيأثر فينا أن يسوع المسيح أحبنا. يقول يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا صح 1، الذي أحبنا أيوة وقد غسلنا من خطايانا بدمه. طب هو أقام لعازر وطهر الأبرص ومعجزات كتيرة، بس المحبة هي الأفضل دائم. الحاجة التانية مش بس المحبة وأفضليتها، المحبة وأهميتها. بيقول حاجات كتير، إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة وليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو سنجا يرن. يبقى أفضل من التكلم بألسنة. كانت لي نبوة، محبة أفضل من نبوات. وأعلم جميع الأسرار، المحبة أفضل من علم جميع الأسرار. حاجة الرابعة، كل علم، المحبة أفضل من كل علم. حاجة الخامسة، إن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال. شايف المحبة أهم من هذا الإيمان، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. حاجة السادسة، إن أطعمت كل أموالي، المحبة أهم من أن أقدم كل فلوسي. يعني تخيل واحد مليونير بيدي فلوس لربنا وما عندوش محبة ولا حاجة. ثم إن سلمت جسدي حتى أحترق، تخيل أحترق بالنار، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيء. واحد رمى نفسه في النار لأجل المسيح، إيه ده؟ ما كانش ده عن دافع حب. مين اللي محبته فوق كل ده؟ يسوع المسيح، له كل المجد. هو أعظم كلام قاله صح، أفضل نبوات عنه ومنه وفيه، أحلى الأسرار أعلنها، كل علم قاله. طبعا هو رئيس الإيمان اللي بينقل الجبال، هو اللي مش قدم كل أمواله، ده افتقر لأجلنا وهو غني. هو سلم جسده حرفيا، ما سمعتش عن واحد في التاريخ سلم جسده حتى احترق. يسوع اتشوى على الصليب تماما، ثم فعل كل هذا بدافع الحب. المحبة وأهميتها، ثم المحبة وصفاتها. أسف وقت البرنامج مش هيجي. المحبة تتأنى، كم مرة صبر علي وعليك المسيح. المحبة ترفق، كم مرة تحنن المسيح. المحبة لا تحسد، المسيح كان لما يشوف واحد ناجح كان يشجعه، حاشا أن يحسده. المحبة لا تتفاخر، عمر ما المسيح كان بيقول للناس شوفوا أنا، حاشا. المحبة لا تنتفخ، ما تعلاش مع على حد مع أنه هو العالي والأعلى. لا تقبح، ما قالش كلمة فيها جرح البني آدم. لا تطلب ما لنفسها إطلاقا، ده بذل نفسه على الصليب. لا تحتد، عمره ما كان عنيف، ولا تظن السوء، دايما كان بيفترض. يعني مع السامرية والتي أمسكت في ذات الفعل كان ما ظنش السوء وبيقول لهم الكلام الحلو. ولا تفرح بالاسم بل تفرح بالحق. محبة وتفاؤلها، تحتمل كل شيء، تصدق كل شيء، ترجو كل شيء، تصبر على كل شيء. محبة واستمرارتها، محبة لا تسقط أبدا، إلى أبد الأبدين هنكون مع المسيح نحكي عن قصة حبه. المحبة وعظمتها، الإيمان والرجاء والمحبة، أعظمهم المحبة، ثم المحبة واتباعها. المسيح اتبع المحبة وعلم أتباعه أن يحبوا. سؤالي، هل اختبرت محبة المسيح؟ هتقول لي ما أنا عارف أنه بيحبني. لا، قل له يا رب حبتني ومت بدالي، أنا عايزك تغسلني من خطايا بدمك. هقول لك الآية مرة أخيرة، صليها معايا. الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. يا رب أنا خاطي، يمكن وثني في خطاياي. طبعا فيش حد بيعبد الوثن، لكن اللي بيعبد الفلوس، اللي بيعبد الجنس، اللي بيعبد المخدرات، الحاجة الوثن أو الإله في حياتك اللي هي أول حاجة تفكر فيها لما تصحى وآخر حاجة تفكر فيها لما تنام، قول له يا رب في حاجات كتير متسلطة عليا، بس أنا عايزك تحررني. يلي غيرت بقميص الوثني ليصير القديس بقميص، غيرني بحبك. صدقني
اكتب لي أخبارك وفرحني باختباراتك، اختبارات المحبة. إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.